داخل الساعة 2:20 تدخلت الوحدة الثانوية للهاشمية من أجل حريق هنا بمصنع إعادة رسكلة الأوراق المستعملة. نحن الحريق شب في المخزن المتمثل في مخزن للأوراق المستعملة الموجهة لإعادة الرسكلة. سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أو دعمت الإسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية بكل من الوحدة الرئيسية، وحدة القطاع واد البردي، المركز المتقدم سور الغزلان، بمعدل 6 شاحنات بالإضافة إلى شاحنة البلدية وجرافتين. لم نسجل أي خسائر بشرية سوى خسائر مادية في المادة الأولية المتمثلة في الأوراق المستعملة الموجهة إلى إعادة الرسكلة.